كما تعلمون كان طرابلس اليوم على موعد لمؤتمر وطني جامع يجمع كل السياسيين في المدينة والهيئات المدنية، وكانت غاية هذا المؤتمر إظهار طرابلس والتأكيد على ثوابتها بأنها لا تقبل ولا بشكل من الأشكال أن تكون مقر أو ممر للإرهاب، وبنفس الوقت تدعم القوى الأمنية اللبنانية، لأن طرابلس وأهل طرابلس دائما تحت سقف السلطة الشرعية. لهذا السبب كان هدف هذا المؤتمر، ولكن في هذا الصباح وبعد اتصال مع صاحب السماحة الشيخ مالك الشعار وقرر أن يؤجل هذا المؤتمر بسبب الأحداث الطارئة الأخيرة، وكان أعتقد أن تأجيل المؤتمر كان فيه باب من الحكمة لكي أيضا نتأكد من سلامة كل المواطنين والحاضرين، ولا يمكن أن نقوم بمؤتمر وقسم من المدينة يتعرض لاشتباكات وحوادث أمنية. اجتمعنا هذا الصباح وتدعينا للاجتماع بهذه الدار الكريمة، وبحثنا بالأوضاع الأمنية الأخيرة الحاصلة في المدينة. أكدنا مجددا أن طرابلس لا تقبل ولا ترعى أي فئة إرهابية، وبنفس الوقت تدعم الجيش بمواقفه لكي يعود الأمن واستباب الأمن في المدينة، مع أخذ بعين الاعتبار المحافظة على أرواح المواطنين البريئة والمحافظة على الأسواق التجارية التاريخية، هذا التراث التاريخي، هذا الأثر التاريخي لمدينة طرابلس الحفاظ عليه. كان خلال اللقاء لنا عدة اتصالات مع المعنيين وأهمها مع دولة الرئيس الحكومة، حيث وضعناه في الأجواء وتبادلنا نحن ودولته بالخطوات التي يجب أن تتخذ، وأيضا كان لقاء لنا مع الأمنيين. نتمنى أن تكون الساعات القادمة ساعات، أقول ونداء هنا أقول لكل مواطن أن نفكر جميعا، أن نكون متفقين متحدين متعاضدين لما فيه خير المدينة، وعلى المسلحين أن يكونوا أن يعلموا تماما أن كل طرابلس تريد الأمن وتريد دائما أن تكون تحت سقف السلطة الشرعية. شكرا لكم، وصاحب السماحة سيتلو البيان الذي اتفقنا عليه. دكتور الرئيس، بس هل وضع عنكم الجيش اللبناني العميد عمر الحسن بالخطوات اللي ممكن تتخذ؟ هل سيكون في حسم اليوم المعارك؟ ما تزداد الدائرة في المدينة؟ يعني نحن لا نتدخل بالخطط الأمنية التي يعدها الجيش اللبناني، فعندما نقول نحن نؤيد الجيش اللبناني أن ندخل بخطط أمنية، ولكن أكدنا كل الحرص على الأرواح البريئة، على المواطنين وعلى الجيش أن يجد الأسلوب المناسب لإجلاء المدنيين من أي من المناطق إذا كان من خطر باستمرار الاشتباكات في هذه المناطق. دولة الرئيس، الناس تنتظر، أهل طرابلس ينتظرون من اجتماعاتكم هذه حلول معينة، خاصة أن هناك بعض المناطق تحترق الآن تحت وابل النيران. نحن في الواقع لسنا سلطة تنفيذية، فعلى السلطة التنفيذية أن تكون واعية لإجراءات اللازمة لضبط هذا الموضوع. نحن نمثل هذا الشعب ونقلنا للمسؤولين الهواجس التي بذهننا، ونأمل أن يقوموا بالإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. تفضل سامح. تفضل. أنا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان من الطبيعي جدا أن ينعقد هذا الاجتماع وفي هذه الدار التي هي دار لكل مواطن لبناني وطرابلسي وشمالي بصورة خاصة. وقد التقينا
مع سائر المسؤولين، في مقدمهم دولة الرئيس ميقاتي ونواب طرابلس معالي الوزير سمير الجسر ومعالي الوزير أحمد كرامي وسعادة النائب محمد عبد اللطيف كبارة والأستاذ أحمد الصفدي ممثلا لمعالي الوزير محمد الصفدي حتى نستوعب قضية طرابلس وحتى لا يفتح الأمر على مصراعيه أبدا. كما سمعت أكد المجتمعون حرصهم على الأمن والاستقرار وأكدوا وبحضور الجهات الأمنية دعمهم للجيش وللقوى الأمنية مع الخطط التي يرونها، ومهمة السياسيين هي الحفاظ على أمن البلد وتراثه وثقافته وعلى سلامة المواطنين التي حملوها برمتها إلى العميد عامر الحسن الذي انضم أخيرا إلى اجتماعنا والذي طال كما رأيت. طرابلس هي همنا الأول، وطرابلس هي شغلنا الشاغل، ولن نتأخر على الإطلاق بإتمام الاتصالات مع سائر المسؤولين وفي مقدمتهم الحكومة ودولة رئيسها الأستاذ تمام سلام، ونأمل ألا نضطر للاتصال بقائد الجيش، كل ذلك من أجل الحفاظ على الأمن والمواطنين وسلامة حياتهم. الجميع أعلن موقفا واضحا دعما لكل الخطط الأمنية ودعما لكل الخطوات التي تؤدي إلى استقرار البلد وأمن المواطنين. بقي علي أن أشير بأنه لابد لهيئة الإغاثة من أن تتحرك من أجل إغاثة هؤلاء المنكوبين وتأمين السكن والمدد لهم حتى يتمكنوا من تأمين الحد الأدنى من حياتهم. ثقتنا كبيرة بالجيش وحكمته، وأن طرابلس هي مدينته وأن أهلها هم عائلته. ثقتنا كبيرة، وثقتنا كبيرة كذلك بالمواطنين الذين سيحسنون التعامل مع كل المسؤولين السياسيين والأمنيين. وعلى أمل أن ينتهي هذا اليوم وتشهد المدينة أمنا واستقرارا وهدوءا بإذن الله تعالى. شكرا لكم. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لكم اليوم. الله على السلامة.